الآن أيها السادة يتفضل بالتلاوة القارئ المفضل الشيخ عبد العال الجنايني قرية الجديدة مركز منيا القمح يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيم الصلاة وينفق مما
رزقناهم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. غير ذي زرع عند بيتك
ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. بارك فيك الحاج حنون اكرمه. من آيات سورة إبراهيم مكية التنزيل على النبي الكريم، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنيني علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالجديدة مركز من يلقب. أيها السادة، باسم الأسرة الكريمة الإعلامي الشيخ الدكتور موسى الفواخري والإعلامي الشيخ الدكتور صبري الفواخري وباسم الحاد صبري السيد الفواخري والحاد محمد السيد الفواخري وباسم الحاد أبو هاشم عطية الفواخري أشكر لحضراتكم جميعا وأكرر شكرنا لفضيلة وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية الشيخ الدكتور زكريا الخطيب والأستاذ الدكتور عبد الله
معاون وكيل الوزارة، والأستاذ محمود السيد مدير مكتب وكيل الوزارة، وفضيلة الشيخ محيي شتلة مدير إدارة أوقاف غرب الزقازيق، والشيخ صلاح جبر، وكل من شرف من أهل الدعوة. السادة الكرام، حتى أذان المغرب.